نفتح الحين المجال للمداخلات والأسئلة، فاللي يحب يتفضل. تفضل أستاذ تبدي. السلام عليكم. عليكم السلام. جميل صاير. ما أدري أخوي باسل، طرحت بالنسبة عن اللي هو تمكين البحرينيين. إحنا كمؤسسات صغيرة ومتوسطة نعيش أزمة اقتصادية. السبب منها شنو؟ السبب شنو؟ السبب ان احنا الان نشوف اللي هي وزارة التجارة والصناعة قاعدة تصدر سجلات تجارية حق الاجنبي. فانا الان قبل حوالي تقريبا 3 اشهر جاني موظف عندي يطلب من عندي رسالة، هو بروحه صايغ الرسالة جايبينها الي، تعال وقطع الي ان انا تسمح لي ان اخذ سجل تجاري. فالان انا اشوف في السوق كثير من العمال الان عندهم سجلات تجاريه خاصه بهم، فهذه قاعده تحارب الان اقتصاد المواطن. احنا الحين احنا كمؤسسات صغيره ومتوسطه برا السوق، كقطاع ذهب ومجوهرات الان طبعا قطاع الذهب والمجوهرات اتدمر في سوق البحرينيه، اصبح يسيطر عليه العماله الاسيويه اللي جت مستحدثه مو القديمة، خلي القديمة اللي قبل مئات السنين، لا اللي جت مستحدثة الآن هي قاعدة تسيطر على السوق في قطاع الذهب والمجوهرات وفي الورش المجوهرات. في قطاع الأقمشة الآن عندنا أخوان في قطاع الأقمشة مثلا كلهم الآن برع السوق. وين راحوا البحرينيين؟ الأجانب حلوا مكانهم، حصلوا سجلات تجارية وقاعدين يشتغلون في السوق. وإذا كنا مثلا نقول احنا الباع المتجولين، البائع المتجول هذه في عادات البحرينيين قديمه معروفه، يعني كان يفتر تكرم على حمار ماله يجي يبيع رويد وغير السمكه هذه. الان هذين كلهم مساكين قعدوا في بيوتهم، ها ياخذون شنو؟ ياخذون مساعدات من الصناديق الخيريه ومن وزاره التنميه الاجتماعيه، هذا اصلا شنو؟ عبء على وزارات الدوله. فما ادري شلون انتم تقدرون تحلون هذه المشكله، تتواجهون مثلا تتوجهون الى رئاسه مجلس الوزراء وزاره التجاره ان تحاولون ان يتوقف هذا الموضوع، لان هذا خطر مستقبلي على الاقتصاد البحريني. اصلا هذا ما قاعدين ينمون البلد، ها فلوسهم هاي كلها تطلع برا، ولا واحد منهم مثلا الحين انا عندي عامل اساله وش سويت؟ يقول خلاص حصلت سجل تجاري ارباب ما أعرف. شكرا استاذ احمد. شكرا للمحاضرين العزيزين، والشكر موصول الى اصحاب المجلس العتيد مجلس الحليبي، نتمنى له الدوام. الحقيقة البحريني أولا هذه جت صيغة يعني معدلة وكذا. احنا كنا نتداول السابق بداية الثمانينات بحرنايزيشن البحرنة، وهذه ردح من الدهر اشتغلوا عليها. يعني صار في بحرنة في بعض المؤسسات والوزارات والشركات وإلى آخر. الآن إحنا طبعاً ضد البحرنة، هو في مشروع طبعاً مخطط له ويطبق، اللي هو أولاً هاي رفض المطالب، مطالب أهل البلد الأصليين، وترسيخ التجنيس. التجنيس الآن على قدم الوساط. إحنا أنا الصراحة ما أحبطكم، صراحة أشد على أياديكم ويعني حييكم على هاي المبادرة، ولكن ومستعد حتى أتساعد وياكم، ولكن يعني الصراحة الحديث عن هذا له شجون صراحة. ما شو نقول يعني؟ الحين أخونا هذا اللي قبلي تكلم عن سوق الذهب، سوق الذهب باظت وما لها اي اساس الان، والاجانب اكلون قبل. يعني احنا الحين جايين عند اخر فرصه، طبعا سواق التاكسي والهذا
أجانب، في أجانب كثيرين، يعني ما تقدر حتى الوزارة تغطي تمسحها بعدين تشيلهم كلهم. زين، أنا هي على ضوء هذا بس أردت أن أوجه يعني سؤال. تعرفون أن البحريني الآن، البحريني الأصيل أو البحريني المهم، البحريني اللي مو مجنس حديثا، هذا يتعرض إلى إهانة، يتعرض إلى إقصاء، يتعرض إلى عزل، وأولا من الجهات الأمنية. الآن المطار مش بتسوون يعني؟ هل بتوقفونه بالمطار؟ عندي واحد صديق عنده ولد، ولده يشتغل في الإمارات، وكان طيار ما قبلوه، حاول وعجز، راح الإمارات بعد ما قبلوه أخذته شركة أمريكية. هذه الشركة الأمريكية ألزموها هناك، قالوا هذا ينتمي للطائفة كذا شيلوه. أكو جهني طح في جبده، يعني ما حصل شغل ب 350 دينار وعليه ديون وقروض وكذا. فسؤالي، هل بتحاولون يعني العمل على توظيف البحريني اللي آمل أنا بعد أن يكون في المطار، أسري مثلاً، ألبا، بابكو، في هالشركات الرئيسية، لأن هذه فيها وظائف زينة يعني. أما بتخليني أشتغل في يعني في مثلاً سوبر ماركت أو كذا، يعني 150 دينار أو 200 دينار، هذا لا يجذب البحرين ولا يؤدي غرضه. شكراً. شكراً أستاذ أحمد. في مداخلات بعد السيد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد العلوي. بلا شك جهود خلاقة يعني تبذلها مبادرة البحرين أولاً، وتستحق الكثير من الدعم وكثير من التفاهم. لكن يمكن بعض الأسئلة اللي تطرح نفسها، إلى أي حد الجانب الرسمي جاد فعلاً في مد اليد إلى هذه المبادرة، بعيداً عن ربما المجاملات والجانب الإعلامي فقط هو الطاغي، ما هي الضمانات يعني على أساس أن الأفكار الجميلة التي طرحت من في السابق وطرحت أيضاً الليلة أن هي تفعل؟ يعني أوكي بروتوكولات وجميل جداً، في خطوات للأمام، لكن لا نزال لم نرى خطوة عملية بعد. يعني أكيد مبكراً يعني يمكن هذا الكلام يحتاج وقت، بس ما هي الضمانات؟ شكراً. شكراً سيد. دكتور حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أشكر الأخوان على فعل مجهود وطني وجبار يستحقون الشكر عليه، بس أنا عندي ثلاث نقاط حبيت أسأل فيها. أول السؤال، يعني من أنتم؟ ما هي خلفيتكم القانونية للقيام بهذه المبادرة وتوقيع هذه الاتفاقيات؟ هل أنتم اتحاد؟ هل أنتم لجنة؟ هل أنتم ما هي الخلفية القانونية اللي تلزم الجهات الرسمية أن توقع إياكم مبادرة أو اتفاقية تكون ملزمة؟ الشغلة الثانية، السوق لا تقاس بالأرقام، ليس بالكم ولكن بالنوع. فالعدد الغير معطل الغير موظف لا يقاس بالعدد. في تجارب حوالينا قريبة، سوقهم يمكن متحرك أكثر من سوقنا، عدد العمالة الأجنبية فيهم أكثر من العمالة الوطنية، لكن ما عندهم بطالة، لأن نوعية الوظائف اللي يخدمون المواطنين مشغولة بمواطنين. فأنا بدل ما أبحث في رياض الأطفال أبحث في الوافد في التربية والتعليم، فعندي كوادر خريجين مواطنين بحرينيين أي كان موجودين في البيت، هم يجب أن يحلوا أماكن في الحكومة. هذا يضيف إلى كلمة السيد، هل الجهة الرسمية جادة في الكلام أو أنها فقط بروتوكول؟ يعني أنا ما أبحث في عملية. الشغلة الثانية، تمكين ورؤية 2030، تمكين صار لها حوالي 10 سنوات من أسسها، ما حققت 2% من برنامجها. نسبة الدعم لمدة سنتين، أنا لو زيدت تكلفة تشغيل المؤسسات الأهلية راح تشتغل لمدة سنتين وبعدين رب العام راح يستغني، ما راح يقدر يدفع 70% الباقية. فبالتالي حتى المؤسسات الخيرية
والصناديق الخيريه اذا اشوف الصوره كامله انا راح اعطيها مجرد ديزل لمده سنتين ونص. هذا بالاضافه ان لو اشتغلت على رياض الاطفال راح ارفع التكلفه على طالب، فالعامل اللي يشتغل ب 400 دينار رب العمل راح احولها على المستهلك. انا بالعكس انا اشيد على ايديكم، يعني مو قصد الاحباء، لكن ما ادري هل فعلا في جهه يعني رسميه داعمه هذا التوجه او انها فقط عمليه بروتوكول وعمليه احتفاليه. وشكرا اخواني. شكرا. شكرا. في بعد تفضل استاذ. مساكم الله بالخير. شكروكم كثير. ندخل في الموضوع على طول. اول شيء يستحق الدكتور يعيدوا لنا البدايه وما حضر. من انتم انا يعني عيدوا لنا. لا مش كافراد. انا يعني ما كجهه رسميه. كجهه رسميه. انا ما عندي سؤال ولا شيء، انا مداخلتي تتعلق بتجربه كويتيه، انا عاصرت التجربه الكويتيه وهي اسمها دعم العماله الوطنيه. اعتقد اخو حسن يعني اكيد سمعوا عنها. دعم العماله الوطنيه في الكويت انه يعني في سقف للراتب للانسان الكويتي، واللي المؤسسه اللي يشتغل فيها يعني في القطاع الخاص يسمونه برايفت سيكتور، اللي ما يقدر يوصل لهذا الراتب. مثلا نفترض ان ابو حسن يشتغل في مؤسسه كويتيه راتبه 500 دينار، هذا الراتب المتوفر عندهم. هم الحكومة يبغون الراتب 1000 أو 1200. ترى حكومة الكويت تدعم هذه المؤسسة أنها تدفع بقية الراتب لهذا الكويتي. أنا أعمل في الكويت وهذا التجربة موجودة قائمة، بس حبيت أضيفها يعني إذا كان الأخوان سمعوا عنها ولا لا. أنا أعتقد أن دعم العمالة الوطنية تجربة رائدة جدا، تستحق أن الواحد يعني يبحر فيها أو حتى يتعلم الكويت سر عنها، لأنها يعني ناجحة جدا جدا. هذه مداخلتي، ما عندي أسئلة. شكرا جزيلا. شكرا. في بعد عبد علي هناك وبعدين أستاذ عباس. أنا عندي نقطتين. النقطة الأولية يعني عروض بادات البحريني أولا. إحنا يعني كبحرينيين نتقبل العروض يعني، بس كقوانين اتفاقيات دولية إحنا يعني معاهدة نقاط وما أدري شنو هالقوانين يعني. لو سوق العمل سوق افتح السوق للكل يشتغل الشركات العالمية، هل بيجون هالمفاهيم مثلا ان لازم البحريني الشركات العالمية اللي تجي في البحرين مثلا تكون موظفين مان باور، سواء كان مثلا اسيوي اوروبي بحريني واتيفر يعني. فقد احنا نقدر يعني نطرح المفاهيم حاليا يعني، ما بيجون لنا جماعات مثلا يقول هاي نوع عنصرية، هاي نوع تعصب، نوع مثلا ضد سوق العمل، ضد النظام العولمة الحالية مثلا. هاي نقطة. النقطة الثانية أن أشوف مساعيكم، أنا أسميها مساعي يعني حميدة وخيرية يعني، بس قد تقدر يعني تصمد ضد واقع السوق. يعني واقع السوق يعني مو بالنيات يعني، في صراع طبقي موجود فيه. اللي للمصلحة هو اللي يتقدم، واللي ما للمصلحة ما بيتقدم. يعني طوالي يعني المفروض يعني الجهد يكون شنو بمعنى انه يعني ميك مي دو ات. شلون تفرض على صاحب المؤسسات ان احنا يشغلون البحرينيين؟ يعني ما نروح لهم من باب يلا بعض الله قلنا لان انا بحريني، يقول لك ما انت بحريني انا عندي اجنبي احسن منك. سوق العمل هاي لغاتهم، اعتقد تتفقون معنا. احنا شلون نقدر نفرض على أصحاب العمل خاصة في القطاع الخاص أن يوفرون البحرينيين اللي يقدرون يأخذون الشغلات الأجانب؟ نفس ما تفضل حسن في أنه الموارد البشرية في التوظيف، عملية في مافيا، مافيا كبيرة بالكيرلا بالذات يعني. زين؟ كيرلا ما تحصله بغسل صيانية ولا يشتغل أجنبي ولا يغسل نجار مع نجار، الحين كله رايحين طبقات عليا، لأن في طبقات الدنيا اللي هي البنغلاديشية هم اللي يشتغلون الشغلات الخفيفة هذه. فاحنا قاعدين نعيش صراع طبقي، وهذا مو يعني مصطلح سياسي ولا ايديولوجي، هذا هو الواقع. ان في طبقات قاعدة تتحكم الحين في مفاصل التوظيف في البحرين. هذا يتراوني ان الدور يكون لازم دور متكامل. انت اذا عندك
يعني نقابات حقيقية موجودة في البلد، والقانون يسمح. مع الأسف ما في نقابات بمعنى الكلمة اللي تقدر تدافع عن فئات اللي بتشتغل في الأعمال الحرة. الحين مثلا في لبنان عندك افتح أي قناة لبنانية نقابة، الله يعزك اللي هو يلمعون الجواتي عندهم نقابة، نقابة ما أدري التابق عندهم نقابة، نقابة الذهب عندهم نقابة. نعم. فأنت هني ما يصير كفر يعني تتكلم أنا عندي مشكلة مثلا في قطاع الذهب أو قطاع مثلا الزراعة. لازم في جهة تمثلك، هذه الجهة هي اللي تهمس وتضغط على أصحاب القرار. فإذا في نقابة حقيقية فبالتالي عندك اتحادات عمالية حقيقية تقدر شوي تكشر عن أنيابها لكي تكتسب مقاصد للبحرينيين. هني أنا أتصور نقدر يعني نفرض روحنا كبحرينيين في سوق العمل. يعني مو معقول الحين مثلا التجار يعني عندهم مؤسسة تدافع عنهم. يعني حتى ساعات يرجعون حتى على قرارات وزارية. من يذي؟ ها؟ من يذي؟ غرفة التجارة. تجار يعني كطبقة يعني كمجموعة. عندنا الحين في زمن حلو العمل الجماعي. مو العمل ان انا اجي اسوي عمل فردي مثلا ان انقذ البحرينيين من البطالة مثلا. عمل مؤسساتي. فإذا قدرنا احنا فعلا والطرف الآخر بعد ينظر لك. احنا ليه التفريشات اللي قاعدة تصير في البحرينيين مثلا غير الأجانب؟ لأن يعرفون ما في جهة حقيقية تمثلهم. لا الاتحادين الموجودين ولا في نقابات حقيقية. يعني مو معقولة أجانب مساكين عمال وركرز يعني يطلعون في شارع السنة يبشون في الشارع يسوون اعتصام وعندنا نقابات أو اتحادات حقيقية كلها في فندق فايف ستار اجتماعاتهم والاحتفالياتهم. شوف التناقض شلون؟ فصاحب العمل يعني الحقيقي او صاحب المصلحة هو اللي لازم يتحرك سواء كنقابة مثل نقابة الذهب مثلا او اذا بيتكلموها باشكال فردي ما في فايدة. شكرا استاذ عبد علي استاذ مكي. شكرا جزيلا. أكرر شكرا أيضا إلى أبو حسن وأبو حسن أيضا وإلى أصحاب هذا المجلس المبارك وإلى مدير المجلس أيضا. طبعا في هناك بعض الأرقام ربما طرحتها أبو حسن وهي بخصوص البحر. أنا أعتقد لما نتكلم عن البحر الآن الموجودة وعدد البحرينيين كقوى عاملة في السوق لا تتعدى 20%. وهذا بحسب إحصائيات سوق العمل اللي هو الإماراتية على ويب سايت موجود. وهذا أعتقد في 2016 كم يعني الآن بعد الكزالة. أنا أعتقد طبعا المبادرة جدا جيدة، بس أنا أعتقد أنه مفهوم رأي الدكتور حسن وهو أن تمكين ليست وليدة اليوم، صار لها 10 سنوات أو أكثر، وفي هناك عدة دورات تدريبية إلى بخصوص المحاسبين وبخصوص المشتريات والإمداد أيضا. يعني أنا شخصيا الآن يمكن أن أتخرج يعني مدرب في مجال المشتريات والإمداد وعندي على القائمة الموجودة ما يقارب من أكثر من 200 شخص أنا شخصيا مدربهم. وعدا عن البوليتكنيك أيضا وهي تخرج كثير في برنامج السيرت الخاص باللوجستيات أيضا. احنا مشكلتنا هنا في هالبلد للأسف ما في عندنا، يعني أنا ما أقول مثلا على مستوى الدولة ككل، أنا ما أعرف حتى على مستوى الشركات واللي رؤساء التنفيذيين والإدارات العليا بحرينيين لا توجد لدينا خطط تعاقبية أو ما يسمى بالسكسشن بلانينج. احنا ما في، يعني اليوم تفضلت وقلت احنا يمكن احد المقترحات بان يكون هناك مدير الموارد البشرية بحرين وبالتالي راح يوظف بحرينيين. نحن من خلال خبراتنا ومن خلال وجودنا في العمل النقابي كنا نصارع هذا الجانب، بل يعني كان يفضل الأجنبي أكثر من البحرين في الوقت اللي موجود عندنا. مدراء التدريب كلهم بحرينيين من صغيرهم إلى كبيرهم.
احنا تنقصنا حقيقة. يعني أنا شخصيا كنت في إحدى سفراتي إلى أبو ظبي، وهي ربما أنا نقلتها في أكثر من محفل، وكان في هناك شخص أمريكي جايبينه من أصول إيرانية، جايبينه لعقد سنتين، ورحت أسوي بنش ماركينج إلى يعني أعمل مقارنة إلى نظام احنا كنا ماخذينه في الشركة، وكنا رايحين على أساس نقارن شنو الاستفادة، مدى الاستفادة من هذا البرنامج مقارنة بالدفع الباكج الموجود عندنا. بعد ما خلصنا بقينا 4 أيام هناك، وكان صاحبنا هو واثنين من الإماراتيين من أبو ظبي، ولد وبنت في الآي تي ديبارتمنت. يوم سافرنا جاوبني قال لي مستر وركي كان يفعلني أجواء البحرين. أجواء البحرين؟ قلت له أنت هني أفضل لك يا أخي من هناك. قال له أنا عندي فقط 2 سنين عقد، وعندي 2 objectives، واحدة منهم إن أنا أطور البرنامج لمدى معين، وفي نفس الوقت أطور هذين الاثنين إلى مستوى بحيث إن يكونوا متمكنين من البرنامج من النظام ككل. قلت له شلون يصير هذا الشيء؟ قال لا، عندي اجتماعات وياهم، المسؤولين مالنا يجتمعون وياهم، رئيس الدائرة يجتمع وياهم، ما في. وبالتالي أنا عندي 2 سنين فقط وأمشي. إحنا وين موجود عندنا؟ إحنا للأسف نسمع لأن في هناك خطط تعاقبية، لكن للأسف ما موجود. إحنا نسمع، إحنا مشكلتنا ما في عندنا مانجمنت كوميتمنت، ما في عندنا توب مانجمنت كوميتمنت. يعني اليوم أنت أخذها على باقي كل شيء، لأن إذا كان في هناك التزام من الرأس الكبير أنا أعتقد بيكون في هناك عمل. أنا صار لي فترة في عمان أدرب هنا، ألتقي بكثير من الطلبة الموجودين والخريجين حديثي التخرج. حديثي التخرج الآن لما يطلع من الجامعة أكثر شيء، أكثر مدة يبقى فيها عاطل عن العمل 3 شهور اللي يسجل فيها في وزارة القوى العاملة هنا. بعد 3 شهور يحصل على وظيفة، الوظيفة كم يحصل فيها؟ على الأقل 1000 دينار. أي معظم اللي أنا دارسهم سألتهم كانوا يقولون إنه يحصل 1000 دينار. خريج زين، شلون يصير هذا الشيء؟ طبعا مثل الاوتسورسنج والاوتسورسنج وعمليه البحر لو كل هالامور، نعتقد هذا الشيء احنا كلنا نعرفه، واللي صايرين مو محسوبين مو مسجلين وكذا الى اخره، حتى على مستوى عمان وغيرها. يعني مثل ما تفضل الدكتور في عمان الان موجود بحسب الاحصائيات الاخيره عندهم 2.6 مليون وافد الموجودة، لكن ما عندهم البطاله الموجوده عندنا احنا. أنا أعتقد إحنا محتاجين لشغلة، وهو أنه يعني أنا ما أدري مدى، يعني أنا سمعت وقرأت مثل ما أنتم سمعتم وقرأتم، لأن أنتم مؤخراً اجتمعتم مع وزير العمل أيضاً. أنا أعتقد أنا شخصياً الآن ما عندي رقم إلى كم عندنا عاطل عن العمل، لكن أنا اللي سمعت بأنه في هناك 2000 وظيفة يعني شهرياً، الوزير قال في إحدى الصحف بأن في هناك 2000 وظيفة تعرض على أو يشغلون 2000 عاطل عن العمل، وبالتالي أنا أعتقد إذا كان عندنا 2000 عاطل عن العمل في كل، يعني أنتم لا مؤسستكم لها فائدة. إنزين، وأعتقد إحنا راح نقضي على العاطلين في خلال فترات بسيطة يعني. إنزين، يعني هاي ممكن تطرحون لنا، أنا ما أدري، إحنا بعض الوقت نقرأ بعض الأشياء وش اسمه. الشغلة الأخرى، اسمحوا لي ما أدري كم، يعني نبدأ نسولف أكثر، بس نقطتين عندي. يعني واحدة منهم، هل توجد لكم مسح ميداني؟ أنتم تفضلتون وقلتون كأن ما في هناك الآن راح يكون. أنا أعتقد طبعاً أي شيء جيد إذا كان في هناك مسح ميداني إلى عدد العاطلين، شنو المؤهلات، شنو الخبرات أيضاً، هاي بيكون شيء جيد. لأن مثل ما نعرف إحنا اليوم نسمع يعني بوجود عجوزات اكتوارية، وربما احنا اوريدي موجودين وفي موجودين عجوزات اكتوارية، لان الاشكالية اللي قاعد تصير فعلا اذا كان ما عندنا احنا، اولا 80% من الاجانب الموجودين هذول ما ليس لهم دخل في قضية التأمينات الاجتماعية، وبالتالي اذا كان سابقا وخاصة الان بعد كثير من الناس مثل ما تفضل الاخ سامي ان لا اسكان لهم يحزنون الى اخره، لذلك يبقى اللي بيتزوج اذا قدر يتزوج بيبقى عند العائلة، وبالتالي بعد هو يخاف على العائلة ويروح يجيب له 1 أو 2 من العيال خلاص يعني.
اليوم انت اللي يستلم العاطلين قاعدين يعني المتقاعدين قاعدين يتقاضون رواتب من قبل ما من قبل الموجودين في الاشتراكات. يعني اليوم اذا انت عندك واحد يستلم راتب في اثنين فقط هم اللي قاعدين يشتركون، حجم الاشتراكات في حجم الاستنزاف طبعا على قولتنا ما يزايد على الطحين، وبالتالي احنا فعلا يعني هذا الشيء ينذر يعني وعلى الابواب تحديدا. انا يعني لما نتكلم عن الجزئيات الانتواريه انا اعتقد هذا شيء مهم نضعه في الحسبان، بس محتاجين الى تكاتف في هذا الجانب. بالنسبه الى الاشياء الاخرى اسمح لي بس نقطه اخيره، يعني بالنسبه الى القطاع الثالث اللي تفضلت به وهذا يطلق عليه بالقطاع الغير ربحي او الـ NFPs، انا اتصور شيء جيد، لكن يعني احنا لتس فيس ات خلينا نكون واقعيين. يعني اليوم احنا على مستوى تونا قبل كم يوم انا ويا الدكتور رايحين السوق ويانا رئيس جمعيه يتذمر على سالفه ان احنا شلون نقدر نستوفي اموال من عند الناس على اساس احنا نروح نوزعها على الفقراء الى اخره. ما انا داري شلون راح نوجد الان وظائف شو والقضيه مو قضيه وظائف، لا تركيب تدفع بنحصل وظائف. زين قضيه يعني الضغط والقوانين والقوانين والمنع الى اخره، يعني واحنا نعيش احنا اولاد اليوم. يعني شكرا جزيلا واسمح لي. شكرا استاذ، شكرا استاذ. يعني اعتقد يمكن صار واضح لكم، يعني الكل ما يبي يعني يحبطكم والكل يبي يدعمكم، ولكن الكل هني مر بتجارب في سوق العمل وفي قضايا النقابات والعاطلين عن العمل، وكلنا عندنا ابناء واخوه واصدقاء مروا في هاي التجارب وعاصرناها وجفناها، وعشرات المبادرات اللي صارت من قبل والمشاريع اللي طرحتها الحكومة أو جت بمشاريع أهلية أو جابوا خبراء وطرحوها لنا، وفي النهاية ما لمسنا الجدية عند الوزارة أو الدولة في أن هي تحل هذا الملف، وإنما كانت الدولة دائما تحب يعني تشتغل علاقات عامة، تبي تطلع رزمة أرقام وتلعب فيها وتزورها وتستثني فلان والمشروع تحط له شروط صعبة تستثني منه كثير من الناس بس عشان تطلع أرقام وتقول حلينا المشكلة. وكم مرة مسؤولين في الدولة قالوا انتهت البطالة وخلصت وهذا، وفي النهاية موجودة ونعيشها وانتون تشهدون عليها ويعني قاعدين تشتغلون ان تحلونها. فيعني اتمنى ان يكون وصل لكم المسج، يعني وما اعتقد انه جديد عليكم. في يعني يمكن جتني فكره من ضمن الافكار اللي طرحتونها وهي الوظائف المؤقته. في عندنا فئات كثيره في وظائف محدده تضطر تمتنع عن العمل على اساس تنتظر الوظيفه. عندنا المدرسين بالذات يعني الإناث في اللي يرغبون بشكل كبير في وظيفة التدريس يضطرون يقعدون سنوات عاطلات عن العمل وعاطلين عن العمل على أساس ما تفوتهم الفرصة أو الدور في التوظيف، ويقعدون يحلمون سنة ورا سنة وتتحطم أحلامهم سنة ورا سنة لما ما يختارونهم ينتظرون إلى السنة اللي بعدها. من يتراولي واحدة من الأفكار اللي ممكن تنطرح أيضا أن يكون في وظائف مؤقتة لهم ما تحرمهم من فرصتهم في العمل. اليوم أطباء يشتغلون في مستشفيات خاصة خريجين ومؤهلين ينتظرون دورهم في السلمانية. وصلت جرأة في القطاع الخاص وفي المستشفيات أن هي تعطيهم عرضين، إذا بتشتغل ونسجلك في التأمينات الاجتماعية بنعطيك هذا الراتب، وإذا ما نسجلك في التأمينات الاجتماعية بنعطيك راتب أقل مقابل إن احنا نخليك باقي في دورك في التوظيف إلى السلمانية، لهذا يعني الابتزاز والاستغلال اللي صاير. فيعني من اللي شفناه في السنوات اللي طافت إن كل النظم اللي تنحط والأفكار الجميلة والهذا يتم الالتفاف عليها بشكل أو بآخر، وطبعا هذا يعني رد فعل بيسويه اللي يعني نفس ما يقول عبد علي اللي مصلحته ما توالى مياه هاي المصلحه، اللي يدور الربح السريع ويدور فايده
فائدته الشخصية كرأس مالي كصاحب عمل يطالع مصلحته أولا يعني وليس البحريني أولا. المشكلة في من ينفذ وزارة العمل لما تحط هاي الأفكار وصير الالتفاف عليها وتقعد سنتين تخلي الموضوع كذي بعدين تلغي المشروع بدال لا تجي تفرض القوانين والقواعد وتلزمهم وتحاسبهم وتتأكد ان هاي المشاريع تتطبق. هذه اعتقد واحدة من اهم التحديات اللي بتشوفونها. سامحوني طولت في هاي الموضوع، طبعا اخذنا كل المتداخلين، نعطيكم كلمات اخيرة للتعقيب. تفضل استاذ باسم. شكرا لأسئلة الأخوة والتعقيب اللي أسهب فيه الأستاذ مكي. لا شك أنه أضاف لجلز لأمسيتنا هذه الكثير. الحقيقة أنا بأخذ بجاوب على بعض الأسئلة اللي جات من الشباب، خلنا أشارككم أنا في يعني الهموم اللي توصلنا لها مؤخرا. ابتدي بالأستاذ جميل بالنسبة عن موضوع الفري فيزا. هو صحيح اليوم صارت حقيقة الأجنبي اللي كان فري فيزا حتى يسمح له القانون بأن يأخذ سجل تجاري وبالتالي يستخدم تراخيص للتوظيف، وبالطبع يعني ما دام الأمور أو المجال يسمح له والقوانين تسمح له ما راح يتوانى فيه. اليوم الدولة طبعا تعاني من قلة المداخيل، ولا شك أن صندوق العمل يعني دخل ثروة للدولة مع وجود ضعف كبير في غرفة التجارة اللي هو نفس الجواب اللي تكلم فيه الأستاذ عبد العبد. فالتجار بشكل عام يعني كان أول شيء نحن بالنسبة لغرفة التجارة أنا والأستاذ محمد اقترحنا حقيقة بعض الاقتراحات نحاول نوصلها للجهات التشريعية اللي بإمكانها تخلق عدة غرف تجارية للقطاعات اللي موجودة، إن كانت زراعية أو تجارية أو صناعية، غير أنها تكون غرفة واحدة ويهيمن عليها طاقم من المتنفذين، بعض المتنفذين اللي موجودين الحين، وهذه اللي احنا قاعدين نعاني منها آخر 3 أو 4 سنوات، ان غرفة التجارة صار جامدة. في نفس الوقت مع التغيير الحكومي جاء لنا وزير في وزارة التجارة وصار نشط في فرض الرسوم وتغيير القوانين اللي يعني احنا كنا حين وقت اللي نقدم موضوعنا كنا نتكلم او الاستاذ محمد تكلم عن توطين الهيومن ريسورسز. احنا حين عندنا مشكلة اكبر، احنا صاحب العمل صار اجنبي، فش تتوقع يعني انه يوظف لك؟ لذلك يعني عندنا تكلمنا في بعض الامور مع بعض المسؤولين خاصة وزير العمل بخصوص استرجاع النسب اللي كان معمول فيها قبل وجود هيئة صندوق العمل. اضافة الى ذلك طبعا هم يستبشرون بالفيزا المرنة اللي بدأ او على وشك التطبيق الحين، وهي تضع صاحب العمل أمام حرية في أنه يختار المواطن أو يلتزم بالنسبة أو أنه يدفع زود على النسبة ويأخذ اللي يبغي. يعني هذه من جانب يمكن يكون فيه شوية حرية، لكن تعرف من يعني بشكل غالب علينا في البلد هني لين تستفحل المشكلة يحطون لها دراسة وغيره وكذا على أساس أنه يرجعون يقيمون فيها. فهذه المشكلة اللي نتكلم عنها هي مشكلة السجل التجاري، وبالتالي مرتبطة يعني بحكومة ومجلس النواب، يعني نقف أمامه عاجزين في مبادرتنا احنا في عمل يعني التداخل معه والتفاعل معه بشكل بإمكان نغير الشكل اللي موجود فيه. بالنسبة لسقف الراتب اللي تكلم فيه الأستاذ محمد، في بعض الدول مطبق في الكويت أو في عمان حتى أن الدولة هي اللي تدفع الجزء الباقي. هني طبعا تعرف البحرين يعني في عندها جدية في توقيع الاتفاقيات العالمية،
ومن ضمنها مكافحة التمييز. تلاحظ يعني احنا على قد ما نعاني ابسط شيء في الشوارع في الزحمة، اليوم لو رحت المرور انت تجدد رخصتك راح تلاقي كم من اللي يغسل سيارتك، او ناس حتى يعني ياسات في البيت، خلينا نقول زوجات للاجانب وغيره راح ياخذون رخص. فهذه يعني من تكلم عن شيء يخص البلد في خصوصية فيها توصل للمحكمة الدستورية ويقول لك ان هذه في تمييز. لذلك احنا تكلمنا مع الوكيل المساعد لشؤون العمل بهالخصوص، هذه بوضع يعني حد لسقف الرواتب، فقال هاي يعني تضر البحريني اكثر من الاجنبي بوجود هاي القوانين اللي تحرم الفرقة فيه. بالنسبة طبعا جاري على البحرينيين بعض يعني بعض الظلم في الاستقالات. لاحظ في ان استقالات كثيرة وخاصة مع يعني ضعف القوانين الموجودة في هالمجال وسلبية وزارة العمل. وزارة العمل ما قاعد تسوي شيء إزاء هالموضوع. فيعني عندك في غرفة التجارة مثلا ياو فنشوا طاقم يعني بالثلاثة بالأربعة يفنشون ونزلون وغيره، ومع الأسف الشديد مع تصادم الاتحادين العماليين الموجودين ما في أحد يوقف في صف الموظفين فيه. وهذه كذلك مشكلة نعاني منها. بالنسبة للشركات الأجنبية طبعا اللي يستوردونها اللي يستقطبونها للعمل في البحرين هنا ومدى التزامها بتوطين الوظائف عندها، هو الموضوع بشكل عام يعني لابد من تفعيل بعض المعايير التشريعية في هذا الخصوص. وهذه مثل ما تطرق للأستاذ محمد إن في عندنا يعني جلسة جاية تخص هذه الموضوع بالذات، الموضوع التشريعي وما مدى إمكانية دعم البحريني لتمكينه من الوظائف بشكل عام. وفي حين إن شاء الله يعني نكون نتواصل مع المجتمع في ما يستجد من معلومات إضافية. أنا أترك المجال حق أخوي محمد يجاوب على الأسئلة الباقية. شكرا للأستاذ باسم. كلمة أخيرة الأستاذ محمد. طبعا الحديث ذو شجون على ما يقولون. الحديث ذو شجون، وحقيقة الأسئلة اللي طرحت كلها أسئلة مشروعة، يعني نحن نحمل نفس الهم ونفس الأسئلة بدون أي يعني مواربة، ولسنا هنا لكي نجمل أحدا، لا نبغي نجمل وزارة العمل ولا نبغي نجمل التمكين ولا أي جهة أخرى. كل واحد عليه مسؤولية، خليه يتحمل مسؤوليته بشكل واضح جدا. إحنا كل ما يعني نسعى إليه، يعني كلام عام قبل الدخول في الأسئلة، كل ما نسعى إليه هو أن إحنا نعبي منطقة فارغة، وهي منطقة تختص باهتمام المجتمع بالتحديد، وتحديدا المجتمع المدني بقضايا التنمية، بمحاولة المساعدة في إيجاد حلول، في أن يعني في صوت من لا صوت لهم إذا جاز التعبير. في ناس مثلا نتكلم عن العطالة يطلعون مسيرة مشكلة، يطلعون اعتصام مشكلة، تبغى تتكلم في معالجة موضوعهم بشكل أو بآخر بشكل رسمي. فإحنا قاعدين نحاول أن نقدم على الأقل تقرير بعض المقترحات اللي نضعها على الطاولة، ما نتركها في الشارع، نخليها أمام المسؤول بشكل مباشر. أنا راح أبتدي من سؤال الدكتور: من أنتم؟ وهي سؤال يذكرنا بأخونا القذافي الله يرحمه يعني. الفكرة بالأساس أن احنا لما طرحنا المبادرة كنا مجموعة أشخاص، ولما رحنا لوزارة العمل على أساس نتعامل معاهم واجتمعنا مع الوكيل قال تقريبا نفس السؤال، قال احنا ما نقدر نتعامل معاكم كأفراد، فأمامكم حد اثنين، يا تسوون جمعية وتجون لنا يا تشتغلون ضمن إطار جمعية. فإحنا اخترنا أنه علشان نستعجل أن نعمل ضمن إطار جمعية الاجتماعيين البحرينية، ولذلك نحن الآن نعمل ضمن مظلة جمعية الاجتماعيين كمبادرة من مبادرات جمعية الاجتماعيين. مستقبلا شنو يصير أفراج الله تجري زين، لكن إحنا مبدئيا نعمل على هذا الموضوع. اللي يهمنا في ذي الفترة
ان احنا يعني نضع بعض الحلول اللي تساعد. ما نبغي نبكي واجد على المشاكل ونقول في شيء وفي شيء وننتظر نقول لازم اصلاح جذري ولازم مش عارف ايش. ندري ان الاصلاح الجذري مطول بشكل واضح جدا. زين نبغي نحط اليوم حلول. اليوم في مشاكل وايد، في يعني حتى على مستوى الناس اللي كانوا موظفين من السابق عدد كبير طلع تقاعد ضمن الازمه اللي طرحت في الفتره اللي فاتت، انه هل بيتم رفع سن التقاعد ولا بيبقوا سن التقاعد كما هو. عدد كبير من البحرينيين طلعوا تقاعدوا وقعدوا في البيوت، اكتشفوا انه لا القانون التقاعد تغير ولا العجز تغير، هم قاعدوا في البيوت. زين وبالتالي هذا ايضا ضاف الى موضوع العجز الاكتواري اللي تكلمت عنه اخ مكي. تمكين مضى عليها 10 سنوات، اليوم الرئيس تمكين يقول نفس الشيء. وانا يعني بقول شغله يعني اتمنى انها ما تكون يعني مزعجه. تمكين حسب كلام الرئيس يقول انه كانت مشروع جميل بس يبغى له قلب يضخ. زين فالقلب هذا اذا 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 موجود القلب وما يشتغل بعد زحمه. عدل ولا انا تقديري انه العلاقه بين الـ بين الـ بين الناس بشكل عام وبين تمكين كان فيها شويه يعني تدمر، يعني فيها قصور. زين وخلال الفتره الماضيه احنا يعني مثلا انا رجل اعمال، اخوي باسم رجل اعمال، احنا نشعر انه قطاع كبير من رجال الاعمال كانوا يتعاملون مع تمكين ك يعني مكان ياخذون منه ويمشون مكسب. زين ايه يروح يقدم اوراق، يقدم سواء صح ولا مو صح، بس على اساس يقبض فلوس ويطلع. زين اللي يشتري اجهزه ويرد يبيعهم، اللي يضبط اموره، المهم يضبطون امورهم ياخذون بيزات وكذا شغل من قبيل. اليوم تمكين قاعده تحاول تعدل الوضعيات. زين وتقول احنا نبغي مشاريع ونبغي كذا. طيب هم اذا هم قالوا الزموهم بما الزموا به انفسهم، اذا هم قالوا احنا نرحب في مبادراتكم ونبغي نشتغل معاكم ونبغي نتعامل معاكم ونبغي مؤسسات تجي تقدم لنا مشاريع بهالشكليه، احنا نرفع عليهم القبعه ونقول لهم نتشرف معاكم. نتمنى ان نكون احنا جزء من برنامجهم. 2% من البرنامج اللي تحققت انا ما ادري بهالنسبه، لكن اللي نعرفه بشكل واضح جدا ان الدكتور رئيس التمكين يقول احنا عندنا تقريبا دخل سنوي في حدود 120 مليون دينار. زين وهذا رقم ضخم، ويقول ان احنا نستحوذ على 80% من هذا الدخل. احنا كتمكين يجي لنا 80%، يبدو ال 20% الثانيه تروح الى دخل الى ايرادات الدوله يعني. تمام. فيقول احنا نبغي نوظف هذه الاموال في ان يعني تساهم في التدريب، تساهم في خلق وظائف، تساهم في كذا، تساهم في كذا، بس نبغي شركاء. تمام. احنا نامل ان نكون جزء من هاي الشركاء، وندعو كل من لديه امكانيه وكل من لديهم مبادره سواء كان في جمعيات قائمه ولا في جمعيات مستقبليه ان ياخذوا جزء اخر ايضا ليغطوا، لان احنا لا ندعي بان احنا سنقضي على البحرنه ولا احنا مسؤوليتنا القضاء على البحرنه، احنا نبغي نساعد نساهم في خلق اجوبه. بالنسبه لموضوع رياض الاطفال سترفع التكلفه على الطلب على يعني لهم اولياء الامور، احنا حقيقه منتبهين لهذا الموضوع. احنا اولا الفكره اللي طارحينها مع الاخوان في المشروع اللي بنقدمه انه العقد يكون 5 سنوات، وان خلال 5 سنوات تغطي الوزاره او تمكين او كلاهما معا ما لا يقل عن 70%، واللي متبقي في حدود 120 ل 140 دينار، هذا هو ما يتم دفعه الان. يعني اليوم المدرسات الموجودين في الروضه مرتباتهم من 80 الى 150 دينار. ايه زين فمتوسط في حدود 120، فضمن الدراسه هذا يغطي 30% اللي هي من 400 دينار. المرتب المطروح انه بيكون في حدود 400 دينار حسب اللي هو الحد الادنى للخريجين، وان تغطيه تمكين او الوزاره طوال فتره التعاقد، وخلال هذه الفتره يتم تدريب هذين البنات اللي هم الخريجات من اجل يكونوا مؤهلين للالتحاق بوزاره التربيه والتعليم، وهذا هو الهدف الاساسي اللي عندنا. ان احنا مو نبغيهم يتمون هني في الموضوع. اليوم وزاره التربيه والتعليم تقول ان انتم ما عندكم خبره، زين الحين خذوا 4 سنين ولا 3 سنوات ولا واتيفر،
في هالموقع تأقلموا على الترخيص، تعاملوا وكذا كذا، وبالتالي أصبحوا مؤهلات. طبعا عدد كبير من المدرسات البحرينيات يبقون مثل ما أشار أحد الأخوة ينتظرون امتحان الالتحاق بوزارة التربية والتعليم سنوات. أنا عندي بعض الأفراد من أسرتي ينتظرون داخل امتحان 14 مرة، مو مرة ولا ثنتين، كل مرة يكون في تعقيدات يعني. وبالتالي ما نريد يعني نطول في هالموضوع. أنا أعتقد أن في بالإمكانية حل هذا الموضوع، ونبغي أن تكون وزارة التربية والتعليم تعالج هذه القضية. طبعا احنا في المقابل يعني أيضا هدف من أهدافنا أن احنا بنلتقي مع مسؤولين في وزارة التربية والتعليم وسنناقش هذه المشكلة، مشكلة التوظيف وإلى آخره، بالقدر اللي يسمح لنا. يعني في النهاية احنا ما نمتلك أداة عقابية ولا أداة جزائية ضد أحد، لكن احنا على الأقل نسعى. لحد الآن الحمد لله أي باب نطرقين فتح بقدرتنا. احنا طبعا ندعو من خلال هذا المنبر الأخوة اللي يعني على الأقل لوضع جهودهم إضافة إلى جهودنا. وحنا فتحنا مواقع منتديات على وسائل التواصل الاجتماعي باسم منتدى البحرين البحريني أولا، وهناك عدد كبير من الأخوة اللي التحقوا في المنتدى، وإن شاء الله في الأيام الجاية سنفعل التواصل معهم بشكل مباشر من خلال عقد لقاءات مباشرة ما إلى هنالك. أستاذ مكي، احنا نعتقد ان موضوع التدريب هو الموضوع الرئيسي في الموضوع في العمل كله، زين، وهذا اللي يتحججون فيه مؤسسات وشركات القطاع الخاص، يقول لك ان هذول مو مؤهلين. طبعا احنا نعتقد ان يعني 90% من هالحجج كلها واهية، لا صحيحه ولا معزنون، لان انت اللي تجيبهم من برا بعد مو مدربين، تجيبهم تدربهم ويدربون، واغلبهم لما يتدرب يطلع من هنا يروح مكان ثاني ياخذ مرتب اكثر، لان مرتباتك متدنيه بشكل او باخر. وبالتالي احنا حرصنا على ان نوقع اتفاقيه مع جمعيه الصحفيين على اساس ان ندرب العاملين في مجال العلاقات العامه والاعلام، سواء المرشحين ولا الخريجين ولا الى هنا ما هنالك. وايضا قاعدين نسوي مجموعه بروتوكولات ويا معاهد التدريب لكي تكون هي تقوم بعمل كورسات بالتنسيق مع تمكين في مجالات معينه، سواء في المشاريع اللي احنا طرحناها او القطاعات اللي بنتولى التركيز عليها، مثلا قطاع تنميه الموارد البشريه نبغى نركز عليه، قطاع المحاسبين نبغى نركز عليه، قطاعات معينه، حتى التسويق، حتى الموظفين اللي في سوبر ماركت، المحلات الكبيره كذا، حتى السؤال اللي ساله احمد ما يخص الشركات الكبرى. احنا ليش نقول مسوي مؤشر بحرنا؟ لان اليوم الارقام المعلنه هي ارقام مشكوك فيها، خلينا نكون صريحين مع بعض، زين، كثير من الناس تشكك في هذه الأرقام، لأن فيه البعض يشكك في كل ما هو رسمي، زين، لو إيش تقنعه ما يقتنع، زين. طيب أنت تبغي أيضا جهات معايدة تجي تكون موجودة تمثل الجانب الأهلي، ولذلك إحنا ندعو لمزيد من الانضمام للمبادرة من قبل المختصين، سواء كانوا المتقاعدين اللي عندهم خبرات وعندهم إمكانيات أفضل من عندنا، زين، ونبغيهم يشتغلون، نبغيهم يعاونون ويانا، وربما يقودوننا ايضا. احنا نعتقد ان احنا لا نملك حل سحري ولا عصا سحريه يمكن ان تحل مشاكل، لكن احنا نقول ان احنا على ما يقولون بدينا اول خطوه، وهذا مشوار طويل كما يقولون، مشوار الالف ميل يبدا بخطوه. ما عندنا مشكلة التخطيط، طبعا هي مشكلة عامة في البلد، مو مشكلة يعني جهة محددة. عفوا راح يعني تلتقون مع الشركات؟ بجي لك مرة ثانية، اي بجي لك، انا ما يعني ما جاوبتك للحين، زين، برد عليك 100%. احنا بنلتقي، وضمن البروتوكولات اللي بنوقعهم، ضمن الفكرة اللي عندنا ان احنا سنوقع بروتوكولات مع الشركات نفسها، مش فقط مع المعاهد والمش عارف، لا مع الشركات. لذلك المؤشر بيطلع بشهادات على شبيه شهادات الجودة، أن هذه المؤسسة تلتزم بالبحرنة ونسبة الالتزام مالها هلقت. وبيكون في أيضا ضمن برنامج المؤشر حسب ما احنا قاعدين ندرسه، جوائز للجهات الملتزمة لفئات A و B و C وشغلات من هالقبيل، بحيث أنه يكون في نوع من التحفيز وأيضا نوع من السكور اللي ينعطى سنويا إلى هالمؤسسات، وربما احتفالات، أو ربما يتم تكريمهم في احتفالات
عيد العمال اللي تتم في الفنادق الخمس نجوم مثل ما قال احد من الاخوه. زين استاذ بس لحظه فهمت. تفضل تفضل. زين في هالحاله دي اذا عملكم هالشكل يحتاج لميزانيه. صحيح. من وين تاخذون فلوسكم؟ زين هاي سؤال مهم جدا. احنا عشان كذي رحنا اجتمعنا مع تمكين. زين هذا جزء من حل هذه المعضله تمام. في الجانب الاخر سنلجا ايضا الى عدد من البنوك وعدد من الشخصيات من اجل المساهمه في دعم هذا المشروع، لان نبغي احنا مشروع طويل الامد، ما نبغي مشروع مؤقت. وبالتالي احنا نبغي نسوي ضمن فكرتنا انه سنقوم بتاسيس محفظه تدعم هذا المشروع. هاي المحفظه الماليه بتكون على الأقل تقدير مطلوب من تمكين انه يتعاون فيها، مطلوب من بعض البنوك تتعاون فيها، مطلوب من بعض الشخصيات ان تساهم فيها. لذلك احنا عندنا رؤيه واضحه بس الوقت لا يزال مبكر مثل ما قال اخوي باسم او احد الاخوه. احنا بدينا الان تقريبا 3 شهور، احنا الحين في الشهر الثالث او الشهر الرابع بدينا الفكره من فبراير الماضي، ومن اطلقنا المشروع لحد الان شهر، من اطلقناه بشكل رسمي في المنتدى اللي هو 7 مايو الى اليوم 12 جون، تقريبا شهر وثلاثة أربعة ايام زين او 5 ايام. ولذلك احنا نطمح ان الفكره اللي تنمو وتستقطب خبرات مشروع ضمن ما نعتقد او ونطمح اليه هو مشروع واعد. احنا نبغي نستقطب خبرات، نبغي الناس تغادر منطقه المراوحه ومنطقه التردد ومنطقه الاحباط الى منطقه العمل. نعتقد بانه لغه العمل في مؤسسات المجتمع المدني بحاجه الى تغيير. انت اليوم كل ما تقعد مع احد من جمعيات المجتمع المدني يقول لك انه ما في فايده زين، وان احنا جربنا قبلكم وما سوينا شيء زين، وانتم يعني انتم ابو العريف اللي بتجون بتحلونها. احنا ما احنا ابو العريف، احنا نقول احنا نبغى نحاول بشكل مختلف، نبغى ندعو الناس، نبغى ناخذ المختصين. انجي الاستاذ مكي والله انت مختص في هالمشروع تعال ساعدنا، الدكتور حسن انت مختص في هالمشروع تعال ساعدنا. ولذلك في المنتدى الحواري يمكن اغلبكم تابع على البث المباشر اللي قاعدين على المنصه 9 من ضمنهم 2 رسميين فقط اللي هم وزير العمل والتنميه الاجتماعيه الاستاذ جميل حميدان ومستشار جلاله الملك للاعلام اللي هو الاستاذ نبيل الحمر، بينما موجود ضمن اللي على المنصه الاستاذ احمد بحر رئيس ديوان سابق ديوان الخدمه المدنيه، الدكتور جعفر الصاير متخصص اقتصادي، الدكتور أكبر جعفري متخصص، الدكتور أحمد الخزاعي متخصص، الأخ عثمان شريف نائب رئيس الغرفة السابق وأحد أعضاء مجلس إدارة جمعية منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية. إحنا كنا نبغي نسمع منهم، نستمزج آرائهم، نعرف وين إحنا رايحين، وفي نفس الوقت نبغي نوجه لهم أسئلة. وبالمناسبة كنا أنا وباسم في ذيك الجلسة إحنا اللي نسأل زين، اليوم احنا المسؤولين، فيعني احنا نبغي الادوار تتكامل مع بعضها بعض ليس اكثر من ذلك. لذلك احنا مع هذا الموضوع. استاذ مكي نعم نحن مع الاحلال والاستبداد زين، احنا نبغي الحكومه والجهات المسؤوله في الحكومه ان تضع خطه زين. وزمان على فكره قبل 10 او 15 سنه كان في يجي عقود مثل ما انت قلت عن عمان، يجيبون العقد لمده 2 ويفرضون عليه انه يدرب احد على اساس يقعد مكانه عقب 2. الحين اختفت هاي الشغله تمام. احنا نبغى نستعيد بعض الاشياء الاخرى. حتى نبيل الحمر تطرق لكلام اول بدايه تاسيس مؤسسه الايام. نعم نعم. بتبقى قضية المسح الميداني والتقارير ومش عارف ايش، هي كلها ستحال لمشروع المؤشر. واحنا كلفنا احد الاخوه الاقتصاديين المختصين من اجل انه يقوم باعداد مشروع متكامل في هذا الموضوع، ونامل انه يكون جاهز، واول ما يكون جاهز بيتم الاعلان عنه. فيما يخص موضوع التشريعات احنا عندنا توجه على انه يكون المنتدى الثاني تحت رعايه المؤسسه التشريعيه، على اساس انت في النهايه تجي إلى أهل الاختصاص مباشرة، أنت القوانين هذه محتاجة لتعديل، الأنظمة دي محتاجة لاستكمال كذا 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 بهالشكل. وحقيقة وجدنا ترحيب أيضا من الأخ أحمد الملة وقال إن احنا جاهزين بس ننتظر يخلصون من موضوع الميزانية حتى نقدر نتحدث إياهم، لأن الميزانية يبدو عليها بعد يعني هي الهم الأول، لأن ما في مرتبات يعني. يقولون بيقدمونها هالأيام.
قدموها اليوم. اليوم اي نعم. ان شاء الله وافقوا عليه بس خير وبركه. اخونا احمد بالنسبه الى البحرين كانت مطروحه من الثمانينات صح، وكان في 10,000 متدرب، وكان في شركه ماكنزي، وكان في شركات تعالج والى اخره، كل الحكي صح، بس احنا ندعي بان لم يكن هناك مبادره شعبيه، لم يكن هناك جزء يغطي الجانب الاهلي. زين الجمعيات ملهيه، كل جمعيه ملهيه، اللي يبغون دستور 73، اللي يبغون مش عارف ايش، يبغون انتخابات، دائره واحده، ملهيين الجمعيات السياسيه. وجمعيات المجتمع المدني كل واحد يشتغل في شغلته، كل واحد مشغول بموضوع اللي يسوي مؤتمر مني، يعني تسجيل حضور في كثير من الاحيان. احنا نقول جزاهم الله الف خير، احنا نبغي نشكل فرق في هذا الجانب، ان نبتدي يعني نسوي فوكس على موضوع البحرنة من ناحية أهلية، نسوي فوكس على الجهود اللي يقولون عنها. اليوم مثلا في مكاتب توظيف باسم وزارة العمل ومعارض توظيف باسم وزارة العمل في كل المحافظات صح ولا لا؟ والوزارة تسوي معارض في كل وقت. طيب هاي المعارض هل كل ما يطرح فيها صحيح؟ ناس واجد تقول إن الوظائف اللي تطرح فيها مو صحيحة، زين؟ وناس واجد تقول لك ان الشركات بروحها تجي تطرح بس على اساس ترضي وزاره العمل، زين؟ تقول لهم ان احنا عرضنا وظيفه بهالقد، وظيفه بهالقد، وتالف في النهايه كلها خلطي ما مشي، زين؟ او يجي يوظفونه يروحون يعطونا مرتب ما يتلائم مع وظيفته، او يعطونا وظيفه ما تتلائم مع تخصصه. فاحنا واعيين لهالموضوع، لكن ما تقدر انت يعني تتهم دون ان تساهم، دون ان تحاول. احنا نبغي نحاول، احنا نبغي نقنع شخصيات مجتمعيه وازنه متخصصه بانه تعطي جزء من وقتها للتطوع في هذا الموضوع، ونريد ان نغير مفهوم العمل التطوعي الى مفهوم عمل في مؤسسات غير ربحيه اللي هو القطاع الثالث. احنا نعتقد ان اليوم في خبرات واجد، اليوم من بدا صندوق التقاعد للحين اولموست في حدود 40 سنه واكثر، تمام؟ طيب هاي اللي طلعوا على التقاعد وين راحوا؟ ليش قاعدين في البيت؟ روح قعدت البيت تقصف العمر على قولتهم، يروحين. زين فانت تبغي تقول لهم تعالوا يا اخي انتم خبراء اشتغلوا، مكان ما يجيبون لي خبير من سين ولا مصاب من الدول، خلي اخذوا الخبراء من عندنا ندور شغل عطلين. صباح الخير. زين بالنسبه للمشكله الطائفيه ما في احد يقدر ينكر ان هذه المشكله موجوده، بس هذه المشكله تعبر عن ارث ثقيل، تعبر عن ثقافه استشرت في المجتمع، زين؟ ولا تقدر انت تأشر فقط لجهة معينة وتقول ان هذه هي المسؤولة عن الطائفية، ترى الكل مشارك في الموضوع، زين؟ بنسبة وتناسب. المطلوب ان يتغير هذا المفهوم وتتغير هذه النظرة، لكن شلون يتغير؟ بروحه ما يتغير، يبغي مساهمة، يبغي تحرك، يبغي الناس تجي تقعد تشتغل، زين؟ واحنا ندعو الى ان الكل يشتغل في الموضوع. الشركات الكبرى مثل ما انا اشرت من ساعة ان احنا بنتحرك عليهم بالقدر اللي نستطيع، وحسب الوعود اللي اعطيناها من قبل وزارة العمل انهم بيتعاونون معنا وبيزودونا بمعلومات، وبالتالي احنا لما بنروح بنشتغل في المؤشر بعد بيكون عندنا قاعدة بيانات، يعني احنا نبغي ناخذ قاعدة بيانات اللي عندهم وبنشتغل عليها بنعالجها ضمن مفهوم الخبراء اللي بنقدر نحصلهم، سواء كانوا عمل تطوعي ولا عمل غير ربحي. سيد محمد علوي سأل الى اي حد الجانب الرسمي جاد في معالجة هذا الملف؟ أنا ما أقدر أجاوب عن الجانب الرسمي 100%، بس أنا أقول لك من خلال لقائنا وياهم قالوا إحنا مستعدين نتعاون ونبغي أحد يحط إيده في إيدنا، تمام؟ إحنا نبغي خلينا نقول نقطع هاي الحجة، إحنا نقول إحنا مستعدين، زين؟ والناس ورانا أو الناس أمامنا أو الناس إلى جانبنا، الناس عندها استعداد تشتغل، بدليل إن في اهتمام واجد، يعني ممكن تكونوا لاحظتوا في الفترة الماضية أخو إذا طلع التقرير أبو أسم، إحنا سوينا تقرير عن المنتدى الحواري الأول، هاي التقرير، زين؟ التقرير له تقريبا 120 صفحة يرصد فيه التغطيات الإعلامية بما فيها التغطية اللي نزلتونها في الوسط، والتغطيات اللي نزلت في الأيام وفي البلاد وفي الوطن والصحف الأخرى، ويرصد فيه المقالات الصحفية اللي كتبت، يعني مقالات صحفية كتبت وحراك مجتمعي بدأ، يعني بدأ على الأقل تغيير، يعني يركز وحراك حتى على وسائل التواصل الاجتماعي سواء مع ولا ضد، المهم أن أنت يعني فتحت نافذة إلى أن الناس تسوي فوكس على هذا الموضوع، زين؟
فاحنا الحمد لله يعني يعني نعتقد انه فيه يعني قصه نجاح بدت ملامح تنرسم، للحين ما اكتملت القصه، نتامل ان الكل يساعدنا فان يعني شو اسمه تنجح هذه القصه. احنا للحين هذه يعني نسخه اولانيه، بس ان شاء الله نجيب لك نسخه أباسة. للحين ما حطينا، بنحطها، بس احنا هاي النسخه فيها بعض الاخطاء الاملائيه عشان كذي ما عممناها، لكن بعد في كل شيء فيه اخطاء املائيه. زين زين، فاحنا يعني قاعدين نحاول ان نكمل بعضنا بعض ويا اخرين ويا كذا. المقدم يقول لي لا تطول، وانا ان شاء الله بخلص الموضوع. ابو حسن رؤيتكم يعني هل هي واضحه الى الثمار يعني الى كل هذا الحراك؟ اوكي حراك ايجابي وممتاز. نعم. وخلاق، بس الثمره خلينا نقول الاولى اول بحريني يوظف من خلال هذه المبادره. ايوه هاي سؤال واجد مهم. زين، بس احنا يعني احنا بدينا في 7 مايو الحراك الرسمي على الموضوع، ودخلنا عقبه مباشره على مو بس رمضان والازمات الاخرى الموجوده في المجتمع. زين، فاحنا الحين قاعدين نحضر، قاعدين نسوي الهوم ورك مالنا على قولتهم، ونسوي اتفاقيات اللي تقدر تساعدنا فإننا نشتغل. بدون ما يكون عندنا اتفاقيات ما نقدر نلزم احد، عدل ولا لا؟ فاحنا قاعدين نحط اليات عمل حتى نقدر في الفتره المستقبليه نشتغل. زين، لحد الان الامور جيده، تم تشكيل لجنه ويا وزاره العمل، اليوم بتم اللي هي لجنه مشتركه، يعني بتبتدي تجتمع بشكل منتظم، بتطلع تقارير، بتطلع اخبار، بتطلع كذا كذا، وبنعطيهم مشاريع بس في فولو اب، وبنطلع ايضا اخبار عنها على اساس يصير في متابعه من قبل الاعلام ومن قبل الجهات المهتمه. واليوم ايضا اقر انه يكون في لجنه مشتركه مع تمكين، ونطمح ان نشكل لجنه مشتركه مع غرفه التجاره ومع المجلس الاعلى للمراه ومع جهات عديده مهتمه. شكرا على الاصغاء واسف على الاطاله. احسنت، مشكورين، واحنا سعيدين جدا بهذا النقاش وهذه الاستضافه، ونقاش جاد، واتمنى تكون يعني الملاحظات اللي حصلتونها مفيده، وايضا الطرح اللي طرحتونه مفيد الى كل الحاضرين. مشكورين مره اخرى الاستاذ باسم المحميد والاستاذ محمد العرادي، واهلا وسهلا بكم مره اخرى، وتصبحون على خير. شكرا الى اصحاب المجلس وما قصرتم.